تعرف أهمية قضية نسائية وأن النسوية ماشي هي حركة فقط اللي شي وحد الناس معقدات وما بقاو يكتبوا، بل هي حركية اللي بفضلها في القرن 18 المغربية. إذا كان أعلى مستوى السلطة في البلاد أقابت بفشل النموذج التنموي اللي ما استطاعش أنه يحد من كل التفاوتات وكل مجالات وكل التمييز اللي كاين داخل المجتمع، واللي ما قدرش يحيد على المواطن والمواطنة المغربي هذا الإحساس بالحقها، فكيفاش غادي يكون وضع المرأة اللي كنعرفوا أنها مكانها كتوجد في السلم الأخير، كتعاني أكثر من الفقر، كتعاني أكثر من الأمية، كتعاني أكثر من العنف، كتعاني أكثر أنها وخا دخل يديها في الجمر خصها تجبد لقمة ديال العيش ديال أبنائها، وبالتالي هي اللي كنلقاو في كل الاقتصاد غير مهيكل، هي اللي كنلقاو في المارشي، هي اللي كنلقاو في الحمام، هي اللي كنلقاو في المساج، هي اللي كنلقاو في المصانيع، هي اللي كنلقاو في السرديل، هي اللي كنلقاو في كل شيء بدون تتمين، بدون تغطية اجتماعية، بدون حقوق، ورغم كل ذلك تعاني من العنف بالإضافة إلى العنف. فإلى قلنا هذا نوع من النساء، شو غنقولوا عن المرأة القهوية اللي كتنوض من الصباح من 5 الصباح وما كتنعش من يولى الضو تزاد الضو، ما بقاتش كتنعس في الوقت اللي كانت كتغيب الشمس في 6 العشية، بل كتبقى تدي في الزبية وكتدي في تصوب في أبقان. واش خرجات من الفقر؟ واش مني كتبغي تولد كتلقى المكان قريب ليها؟ واش مني كتمرض كتستطاع؟ واش مني كتكبر كتلقى اللي غادي يرعاها؟ مع الاسف ان هاد الاختلالات، ان المغرب عاش انتقل من تضامن اسراوي ومن عائله كبيره اللي كان فيها ماشي فقط الزوج والزوجة، بل كذلك الجد والجدة والخوتة، هو حيط حاط في الحيط والناس ديال الدوار كلهم كيتضامنوا، الكل راسي يا راسي، كل أسرة يلاه كتهتم بنفسها، وحتى ديك الحماية اللي كانت للمرأة ما بقاتش. بالتالي مني كتكبر أو كتمرض كتلقى راسها بوحدها. كل هالإحصائيات كتقول أن فقط 21% ديال النساء اللي هما ناشطات، اللي كيسمعك يقول كل النساء ما خداماتش، لا، هادو اللي كنشوفوا داخلين في دوالي بالاقتصاد المهيكل، ما كنحسبوش كلهم هادوك النساء اللي في هاد الأعمال كاملة، من القرية، من الجبل، من راس الجبل حتى للسوق حتى للحمام، ما كنحسبوهمش، ما كندخلوهمش في هاد الحساب، لانهم ما داخلينش في السوق، في نظريه السوق كيف ما هي موضوعه، ولانها مره كتخدم ومره اخرى ما كتخدمش، بالاضافه لنوع اخر من التمييز اللي هما النساء الحاصلات على الشهادات العليا. هاد النساء الحاصلات على الشهادات العليا الارقام كتبين انهما اللي كيعانيوا اكثر من البطاله. إلا كانت البطالة كتهم كل شيء، فالبطالة وسط النساء كتوصل ل 14.5% وفي وسط الرجال 8.9%، ولو أن الأرقام هي أكثر من ذلك. إلا قلنا أن الثلث ديال 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 المواطنات والمواطنين اللي العمر ديالهم ما بين 15 و 25 سنة ما كيخدموا ما كيقراو ما كيديروا شي تكوين، هذا خطير. وتصوروا ان هذا الرقم هذا 80% منه نساء، بالتالي كيفاش ممكن نتكلموا على نموذج تنموي ونجاح ديال النموذج التنموي
هو 50% ديال هاد النموذج التنموي اللي هما النساء، وهذيك 50% هي كتربي 50% الاخرى وكتعتني ب 50% الاخرى. الا ما عطيناهاش المكانه ديالها وحاولنا ان نحلوا كل هاد الاشكالات اللي كاينه، لان الا قلنا ان العداله ما كايناش، فالعداله تجاه النساء ماشي غير ما كايناش، والوصول ليها ماشي غير صعب، بل في بعض المناطق هي من شبه المستحيلات، لان اصلا ما كاينش لا بنيات لا حتى حاجه. اذا بالنسبه لنا ما يمكنش يكون هذا النقاش ديال النموذج التنموي. و يتقال لينا وهاد النسويات غيصدعونا المراه في النموذج التنموي، وعندنا شي حوايج اخرى اهم. ما كاينش ما اهم، كل الاشياء مهمه، ولكن قضايا النساء كيف ما قلت هي مفتاح. عندنا الان مجتمع يعاني من عدد من الاشكالات، فين من ضمنها اشكالات قيميه. شكون حنا؟ شنو بغينا نكونوا؟ عالم وعولم، المعلومه كتوصل لكل شيء، كل عائله عايشه بوحدها، السن ديال الزواج ولا 30 سنه، في البنات 27 سنه، 8 و10% ديال النساء هما سيليباتير، عمرهم تزوجوا. النساء الاغلبيه ديالهم ولات كتمشي من البوادي وكتجي كتكون بوحدها في المدينه، ما يمكنش تعول على خوها ولا على احس بلاك ولد عمها انه الا وقعت في ازمه انه غادي يعيلها. اذا خصنا نحلوا هذه الاشكالات، لانها ولات كتخلق واحد لا سوفرانس، ولات تقول لك كتخلق واحد الالم، واحد لو ماليز. المغربي ما بقاش عارف راسو على اش من نفجي اللي يمشي، لا هو ولا المغربيه. اذا المساله القيميه كذلك كتخد، خصنا ناخذها بعين الاعتبار، والخصوصيه ديالنا هي نكرموا اشنو الاشياء الجميله في هذا المغربي، ولكن اون ميم طون نحافظوا الاشياء القبيحه اللي حنا بالنسبه لنا كنعتبروها انها خصوصيه، ولكن هي مجحفه وهي ظالمه. وبالتالي هذا النموذج التنموي خاص تناقش فيه جميع المستويات، الثقافي، الاقتصادي، العدالة، الطبيعة، البيئة، وحنا كنعرفوا التحديات ديالها، وكنعرفوا أن النساء كيخرجوا العجب وممكن يعطيو العجب في الحفاظ على البيئة، ويمكن يعطيو العجب في الإنتاج، ويمكن يعطيو العجب باش يعيشوا الأسر. وشنا النساء في الأفغان، وشنا التعاونية، شنو بدعات بشويه، شنو بدعات، وكيمكن لها تعطي اكثر، ولكن خاص هذا النقاش يكون كامل ويكون وعي، وتكون اراده حقيقيه ماشي شفويه، اراده حقيقيه ان النساء هما مواطنات كاملات، وهذا خصو يترجم في النقاش، في التعبير، في المؤسسات، في القوانين، في الاقتصاد، وفي كل المجالات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.